هو هذه القضية ديال الثقات اللي وقعت مؤخرا في بعض الجماعات القريبة من أكادير، أنا صراحة ما فاجأتنيش، لأنه ربما الناس ما كانوش متبعين. هذه عامين تقريبا راه وقعوا استقالات مهمة في جماعات أكادير، من حزب العدالة والتنمية استقلوا نواب ديال الرئيس، نائب رئيس في التعمير، نائب رئيس في التواصل، وهذه ماشي سهلة، ما 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 ماشي سهل نواب رئيس ديال حزب اللي كيسير جماعة بأغلبية مريحة أنهم يستقلوا. يعني هذا الشيء كان ديجا كيبين أنه كاين واحد الإشكال عند العدالة والتنمية في التدبير ديال الجماعات ديالو. نفس الشيء شفناه في جماعات اخرى في تمارا في مدن اخرى، يعني كاين شي حاجه تما. انا ما عنديش تفسيرات ديال الداخليه، انا ما كان ما ماشي في الخبايا ديال هاد الاستقالات هادو، ولكن هاد الشيء كيبين انه كاين عدم استعداد ديال حزب العدالة والتنمية لتدبير جماعات كبرى، وكاين كيبين انه كاين واحد الشرخ في وسط الفروق ديالو اللي ربما غير راضيه هي براسها، اللي كتبين انها غير راضيه على التدبير الجماعي ديال حزب العدالة والتنمية للمدن بحال اكادير والمدن المجاوره. هاد التجربة ديال الولاية اللي بدات في 2015 فيها تعثرات كثيرة، كتبدا من البداية ديال الصياغة ديال برنامج العمل اللي هو التعاقد اللي كاين بين المسيرين والساكنة ديال مدينة أكادير. هاد البرنامج العمل كان فيه مشكلة ترتيب الأولويات. فاش كتمشي جماعة أكادير كتمشي تصلح واحد المجموعة ديال الشوارع بميزانية تقريبا ديال 400 مليون ديال الدرهم. كاين واحد السؤال، علاش دوك الشوارع بالضبط؟ بناء على اي دراسه مثلا 400 مليون ديال الدرهم محتاجينها حنا اليوم باش نمولوا مشاريع مهمه، مشاريع مهيكله بحال النقل الحضاري اللي دابا اليوم جماعه اكادير كتضطر انها تسلف باش تخلصوا، وغتسلف وغتبيع العقارات ديالها كذلك باش تخلصوا. كون كان حزن ديال التدبير ديال الميزانيه وما كانوش هاد الاخطاء هادو في البدايه، ما كناش غنطيحوا فهاد الاشكاليات. يعني كانت تعثرات كبيره في البدايه واللي استمرت في التدبير اليومي. اليوم للاسف المسيرين ديال جماعه اكادير كيقوموا بالتدبير الاداري، كينساو انهم هما ممثلين ديال الساكنه، ممثلين ديال الشعب في هاد المؤسسه اللي هي جماعه اكادير. ماشي الدور ديالهم هما يسنيو على رخص التعمير، الدور ديالهم هو يفكروا اشنا هي الرؤيه اللي عندهم هاد المدينه، ولكن للاسف كيتبين انه الرؤيه ما كايناش، والتنفيذ والمواكبه ديال الخدمات العاديه اللي كانت جماعه اكادير كتميز بها بحال مثلا تدبير قطاع النفايات المنزليه اللي اليوم كيعرف تعثرات كبيره. انا كنهضر معكم كمنتخب محلي، انا مكرفص في حدا داري ديما عندي زبل، ونعيا من ندير لي ريكلاماسيون كتلقى ان المشكل هو بنيوي، مشكل ديال التتبع، مشكل ديال المواكبه اللي للاسف كي 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 فيه ضعف كبير عند المسؤولين اليوم ديال جماعه اكادير. انا بعض المرات ما كنفهمش كيفاش مسؤولين اللي هما ما كيعتبروش، انا زعما اسمحوا لي هذه العباره مكلخين، راه ناس بعقلهم زعما ناس اللي عندهم تكوين، ما كيفهمش كيفاش اليوم ما قادرينش يواكبوا امور بسيطه بحال الاناره، يعني امور اللي كتبان. للاسف كما قلت لي انه فاش كيكون لي المسؤول كيولي كينسى انه هو عنده مسؤوليه ديال تتبع المشاريع الكبرى، ماشي الصغير، ماشي يسني على الرخص ديال العطل ديال الموظفين. هادو امور كديرهم الاداره بطريقه يوميه، تدبير الشكايات، هادشي خص يدار عادي. الدور ديال الرئيس والنواب ديالو هو انهم يواكبوا الامور الكبيره اللي فيها اشكاليات على مستوى المدينه. هما اليوم كيبقاو المهمه الاساسيه اللي كيعرفوا ليها، وهذا مؤسف جدا، هو لقاو التبريرات، لا هاد الشركه ما خداماش، هاد الشركه لا الشركات في المغرب ناقصين، القانون ديال المارشي بوبليك فيه مشاكل، هادو تبريرات اللي ما بقاتش خدامه، لانه في السابق راه كنا كنخدموا مع شركه دكادير، زعما ما كناش كنخدموا مع شركه ديال السويد. يعني خص المواكبه وخص التتبع، ولا عندنا واحد الاشكاليه اخرى كبيره، هو انه السيد رئيس جماعه اكادير انا بالنسبه ليا كنعتبره سائح في مدينه اكادير، كيجي ليها فاش كيسالي من البرلمان، تا كيسالي
من البرلمان على كيجي الاكادير، يعني ما ان حتى الاداء البرلماني ديالو جد ضعيف، زعما ما فراسيش واش انه قدم شي اقتراحات ديال القوانين اللي كتزيد قدام على الاقل التدبير الجماعي. ما كاينش مواكبه ديال المشاريع. المسؤولين ديال جامعه اكادير كيعتبروا انه مكاتب المراقبه والدراسه هي اللي خصها تتبع المشاريع بلاصتهم. خص الناس يجمعوا راسهم شويه ويواكبوا المشاريع ديالهم. انا فلوس الناس ديال اكادير اللي كتضيع، راه ماشي فلوسهم هذه، فلوسهم فلوس الناس ديال اكادير خصهم يواكبوها يتبعوها، هو هذه امانه اللي خصهم يتحملوها ويواكبوها، ماشي يجلسوا في البيروات ديالهم ويعتبروا انه خص الشركات ولا المكاتب الدراسات تمشي تقابل وتراقب، لانه هذا الدور ديالهم. خصهم يشرو شي صباط ديال الشونتي شويه، ماشي الصباط ديال البيروات، يشرو صباط الشونتي ويخرجوا للتيران يشوفوا لي شونتي شنو خاصهم، يشوفوا المشاريع فين كتعطل، لانه راه شحال من بروجي. لا عندك دابا الا خدينا امثله ديال شارع عبد الرحيم، شارع امام بخاري، شارع المقاومه من الفوق حتى لتحت ديالو، شارع قضاء عياض، هادو شوارع تخسروا عليها زباله ديال الفلوس وما خدامش مزيان. انا ما عنديش مع لغات الخشب، ما بغيتش نقول شي حاجه ناقصه، ولكن هادشي كيبان لاي واحد، كيبان مول الحانوت اللي قدامه شونتي، كون يمشي الرئيس يسمع ليه يقول ليه شنو هو الاشكال اللي كاين، يمشي يهضروا مع التجار، يهضروا مع السكان اللي كيعانيوا من اشغال اللي ما عمرها كتسالي. حنا ربما مدينة اكادير اخترعت واحد المفهوم جديد، كونسيبت جديد، اللي هو المشروع الذي لا ينتهي. انا نهار دخلت المجلس جامعة اكادير درت واحد القراءة ديال القانون الجماعي، وشفت انه عندنا الحق مثلا في اسئلة كتابية، الأسئلة الكتابية اللي كنقدر نوجهها للسيد الرئيس قبل الدورة بشهر، وخص يجاوبني خلال الجلسة تبرمج لذلك بحال الجلسة ديال الأسئلة الشفهية ديال 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 البرلمان. هذا لقينا في القانون باينة وواضحة. السيد الرئيس فاش صيفط ليه أسئلة وضغطت باش أنه يجاوبني، في اللوم مابغاش يجاوبني، ما بغاش. زعما هنا كنطلبوا، انا كنقول واش زعما غير عناد، واش غير باش يجرجروا القضيه وما يحاولوا كيعتبروا انه ربما ادم غيعيا وغادي يبدل ساعه اخرى. بدا في الاول كيجاوبني كتابيا، وهذا ماشي هو المسطره القانونيه. كنسولو سؤال في شهر 9 كيجاوبني في شهر 9 العام اللي من موراه. بحال دابا في الدورة في فبراير الجايه عندنا اسئله ديال ديسمبر 2019، وهذا عيب. زعما اسئله ديسمبر 2019 اللي بعد منها ما بقاش عنده رهينيه، باقي يلا دابا غادي يكون عندنا امكانيه باش نطرحها وباش نحصل على جواب فيها. دونك كاين واحد النوع ديال الوقاحه في التعامل مع المعارضه الجاده، لانه هادشي كيعرفوه الناس، ما غاديش ماشي كنفشي، ماشي سر. راه كاينه معارضه اللي كتسول الرئيس مباشره على المصالح ديالها، ما كتسولش بطريقه كتابيه شفافه، وهاد المعارضه هذه كتلقى اجوبه. الناس اللي كيدافعوا على المصالح ديال اصحابهم كيلقاو اجوبه، ولكن انا فاش كنطرح اسئله على الصالح العام وعلى المشاكل اللي كيلقاوها الساكنه وما عندي فيها لا حتى شي مصلحه، ما كاينش جواب. والناس راه كيميزوا بين هاد النوع المعارضه وهاد النوع ديال المعارضه، لان كون كان عندي شي نهار طلبت شي مصلحه مباشره شخصيه للمسيرين ديال جامعه اكادير، كون راه انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وعرفوها الناس. ضيعنا فرص ديال التنميه، لانه المشكله ماشي القضيه ديال المالوكي وبوهدما وفلان واللي كان، مش مساله، هي مساله ديال التنميه ديال المدينه ديال اكادير. الناس الشباب في مدينه اكادير باغين يخدموا، باغين يحققوا ذاتهم، باغين يبدعوا، باغين يديروا الفن، يديروا الابتكار، يخدموا في المجال المقاوله. هادشي اللي بغاو الشباب والساكنه ديال مدينه اكادير عموما. الناس بغاو يسكنوا مزيان، يتنقلوا مزيان كذلك. هادو امور مهمه، ولكن كنضيعوا فيها وقت،
كنضيعوا فيها فرص. دابا جات الازمه الكوفيد زادت الازمات القضيه اكثر، ولكن راه الازمه اصلا عندنا احنا ازمه من المفروض انها تكون شي حاجه غير موسميه، احنا الازمه ساكنين فيها لسنوات وكنضيعوا الفرص لهاد المدينه هذه. التنميه ما غادياش في السكه ديالها، يعني عندنا شباب كيتخرجوا من الجامعه خريجين مهندسين اطور، دابا عندنا كليه ديال الطب، عندنا مجموعه الامور، ولكن هذا الشيء فين غيمشي؟ للاسف غيوقعينا نفس الاخطاء اللي وقعوا لسنوات، انه هاد الاطور هذه غادي تخوي هاد المدينه وغتبقى المدينه ديالنا عايشه هاد الركود. هاد الشيء ماشي الشيء اللي بغينا، بغينا انه المدينه ديال القدام، ورا الجماعه هي مدخل اساسي ديال التنميه، راه الجماعه من المفروض هي تكون هي المستثمر الاول في المدينه ديال اكادير، هي اللي كتحرك العجله ديال اقتصاد مدينه اكادير. الا عندنا جماعه اللي كتخسر الفلوس في امور تافهه، مثلا ما اهتمتش بكري بالمساله ديال النقل، دابا ضيعنا 5 سنين في مساله النقل، دابا يلاه غيبداو مشاريع في مساله النقل، ضيعنا وقت، راه هاد 5 سنين راه غادي نخلصوا الثمن ديالها، راه 50 راه ماشي سهله في العمر ديال المدينه بحال اكادير. وكنتمنى انه الساكنه توعى باهميه ديال التدبير الجماعي، راه ربما كانوا السكان كيعتبروا انه هذوك المرافق بحال النظافه واناره كانوا خدامين بوحدهم، راه كانوا خدامين لانه كانوا واقفين عليهم مسؤولين وكيقابلوهم، راه الناس عارفين كيفاش تصيبات الكورنيش اكادير وكيفاش المسؤول ديال الجماعه ديال مدينه اكادير ديك الساعات كان كيهبط بالصباط ديالو كيحفي الصباط ديالو كما كيقولوا وكيراقب الشونتي. هذه الكورنيش اكادير ما تبناتش هكا، كون عولنا على الملوكي كون ديال الكورنيش دابا كون غرقه بالماء.